أعلنت مصادر صحية أمريكية عن وفاة المغنية الأمريكية الشهيرة ويتني هيوستن أثناء إقامتها في فندق بيفرلي هيلتون في منطقة بيفرلي هيلز في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. وتوافد محبو مغنية البوب إلى الفندق الذي توفيت فيه وسط حزن كبير خيم على الأجواء في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أمريكية أن المغنية توفيت بشكل طبيعي ولا يوجد مؤشرات على حدوث جريمة. لقد كانت ملهمة لجميع العالم، قدمت لنا موسيقى جميلة، أتذكرها عندما كانت صغيرة وأتذكر كيف كانت أغانيها نابضة بالحياة تدفعنا للرقص والشعور بالحياة. كنت سعيدة جدا لسماع نبا عودتها مجددا للغناء بعد المعاناة التي مرت بها، إنها صدمة حقيقية، لكن بكل الأحوال لقد أحببت صوتها الملائكي الجميل. وبالإضافة إلى عالم الغناء، فقد شاركت هيوستن في العديد من الأفلام السينمائية التي لاقت رواجا عالميا كبيرا.